أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأوروبية لليوم الخميس 30/6/2022، واللي هو آخر جلسة في تداولات النصف الأول من هاي السنة 2022. شهدنا خلال النصف الأول من هاي السنة أسوأ أداء لأسواق الأسهم من سنة 1970، واليوم شهدنا أيضا انخفاض في مؤشرات الأسهم الآسيوية، افتتاح مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، كمان مؤشرات الأسهم الأمريكية عم تتداول عقودها على انخفاض. المتداولين في قلق شديد من ارتفاع معدلات التضخم ورفع الفائدة في البنوك المركزية، واللي ممكن يتسبب في تباطؤ اقتصادي قوي، والمستفيد الأكبر من ذلك قد يكون الدولار الأمريكي اللي شهد ارتفاع ب 9.7% خلال نصف السنة الأول من هاي السنة. خلينا نلقي نظرة على التحليل الفني لبعض الأدوات والأزواج المرتبطة في الدولار الأمريكي لنشوف أدائها وتوقعاتها المستقبلية. رح أبدأ اليوم باليورو مقابل الدولار الأمريكي، واللي عم نشوفه مستقر تحت المتوسطات المتحركة، وهذا بيرجح بحسب التحليل الفني مزيد من الانخفاض طالما استقر تحت 1.0485، فالتداول تحت المستوى ممكن يدفع الزوج لمحاولة وصول 1.0412، واللي بكسره ممكن يمتد الاتجاه الهابط. عودة التداول أعلى من 1.0485 ممكن تتسبب في محاولات جديدة للارتفاع. بالنسبة للجنيه الإسترليني مقابل الدولار، فعم نشوفه أيضا انخفض متأثر بقوة الدولار الإجمالية، وحاليا عم بيتداول ما دون المتوسطات المتحركة وما دون سعر 1.2169، والتداول تحت المستوى ممكن يحفز مزيد من الانخفاض، لكن كسر 1.2114 راح يكون ضروري لإثبات الاتجاه الهابط فنيا. عودة التداول أعلى من 1.2225 ممكن تعيد محاولات جديدة للارتفاع. وأخيرا رح ننظر للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، واللي لامس أدنى مستوياته منذ عام 1998. الدولار مقابل الين الياباني عم تظهر عليه الحاجة لتصحيحات هابطة، لكن كسر مستوى 135.94 رح يكون ضروري جدا لإثبات التصحيح الهابط، ودون كسر هالمستوى فأي تصحيح هابط ممكن يبقى محدود. عودة التداول أعلى من 136.64 ممكن تكون إشارة إلى أن الزوج ممكن يحقق مستويات أكثر ارتفاع، يعني ممكن المزيد من الانخفاض في الين الياباني. بحب أضيف إلى أنه إحنا اليوم عم ننتظر بيانات مؤشر كور بي سي إي، وهذا المؤشر يعتبر مؤشر تضخمي بيعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي في تقييمه لسياساته النقدية. عم بتشير التوقعات لاحتمال انخفاضه من 4.9 ل 4.8، لكن في الحقيقة هالانخفاض برضه يعتبر طفيف، وعم بيبقى المؤشر ضمن أعلى مستوياته اللي ممكن تجبر الفيدرالي على رفع الفائدة. وأيضا عم ننتظر قرار منظمة أوبك بلس اللي ممكن يأثر على تحركات أسعار النفط.